بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نشوفكم شروات البضاعه النسائيه. باوع شروات البضاعه النسائيه شنو يعني؟ يعني شغلات مال كوزمتكس مثلا، مرايه، شغلات مال مساج. الكرتون ابيعه، بسم الله الرحمن الرحيم، باوع الكرتون ابيعه ب$50. انا عندي 10 كراتين، طبعا هذا هنا 3 كراتين وهناك هم عندي، باوع عندي 10 كراتين. راح افتح لكم واحد كرتون جديد على مود انتم تعرفون شلون ينباع هذا، لان هذا مو على القطعه، يعني ما يجيني واحد يقول لي كم قطعه. باوع الكرتون سعره ب$50، كسعر السعر جدا رخيص، لكن انا راح افتح الكرتون شويه شويه على مود انت تعرف هذا الكرتون بيش تقدر تبيعه انت، فقط لهذا السبب. بسم الله، باوع 10 كراتين، 10 كراتين بسعر $500، بيع كل الكميه. البضاعة كلها جودة عالية، أنا دائما تعرفوني شيء وسط أقول وسط، جودة عالية أقول جودة، هذه كلها تصفية ماركات أصلية صينية. لكن شنو مثلا مرات الباكج يعني الغلاف الخارجي مترب شوية بتراب، يعني هسه هذا شوف، هذا هسه شوف شلون بتراب. أما البضاعة نظافتها 100%، يعني ما بيها لا مشاكل ولا أي مشاكل، أعطيك بيها ضمان. باوع فنبدي نفتح، هذه مراية مكزوم، هذه مراية، هذه فرشة، بسم الله، هذه سفنجة مال وجه، هذه ماشات مال الشعر، هذه مراية، هذه فرشة، هذه مال وجه، هذه مال باودر، هذه فرشة مال الشعر، هذه سفنجة مال الشعر، هذه مال مساج مال وجه، هذه طوق، هذا مساج مال رأس، هذه مراية، هذه طقم مراية وما أعرف شنو، هذا أنا مراية مكسورة طبعاً، هذه طقم مراية صغيرة مكسورة. هذا مساج مال الوجه هنا يصير مال الحنجر الحنف، ما ادري يسمونه الحنك، الحنك هذا مصري. هاي سفنج مال مكياج، هذه مرايه، هاي مال باودر، هذه مال باودر، هذه مال باودر، هذا مشط، كلها جوده عاليه، هاي كلها تصفيه ماركات اصليه. انت خليك متابع وياي، ملاحظه جدا مهمه عندي. البضاعه هذه رخيصه وحلوه، لكن فقط انت عليك تعرف بيش راح تبيع هذا الكرتون. طبعا الكرتون تبيعه يمكن ب $300 ب $400 على حسب الدوله مالتك، بالمفرد احكي لك، تمام؟ فانا هسه جاي اطلع، انت خليك وياي، خلي لك ورقه وقلم، احسب تقريبا كم تقدر تبيع على مود تعرف هاي الشروه تناسبك لو ما تناسبك. اللي يريد نصيحتي اكيد الشروه مناسبه ورخيصه جدا. خلينا نكمل. سفنج مال مكياج، مشط مال وجه ما اعرف شنو، فرشه مال الشعر خشبيه، قراصه، مساج مال وجه، هذه مساج لهاي المنطقة بالذات، قراصة ماشي، قراصة، فرشة، مشط، قراصة، سفنج مكياج، مشط، هذا كله مشط، 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 كله جودة عالية، أركز ودائما أكرر لأن هاي تصفية ماركات، مشط، قراصات مال الشعر، طوق مال الشعر، سفنجة مال وجه، مشط، طوق مال الشعر، مشط، قراصة، سفنجة مال وجه، هذه مال مساج هيك بهالطريقة، مال مساج هنا مريح كلش. باوع مشط، هذه ما ادري شنو مال صبغ مال الشعر، ما ادري شنو، هذه قراصة، هذه كلها قراصات لاستيك العفو مال الشعر. بسم الله، اذا تشوفون النظافة مال البضاعة والتغليف مالتها، هذه فرشة مختلف موديل، هذه قراصة مال الشعر، هذه مساج مال الاصبع، هذه يجي الاصبع هنا مساج للاصبع، هذه قراصة صغيرة، هذه قراصات، هذا يمن قراصات، هذا ما اعرف شنو قراصة مال الشعر، هذا دبوس مال الشعر، هذا كب مال الشعر، هذه قراصة، هذه ايضا مال الشعر، هذه مال الوجه، هذه لاستيك مال الشعر، هذه فرشة، هذه محجارة مال الرجل، هذه مرايه، هذه ما اعرف شنو، هذا مشط، هذا سفنج مال وجه، هذه مرايه، هذه طقم طوق، هذه سفنجات مال باودر، هذه مال مساج، هذه فرشه، هذه فرشه، هذا مال مساج، هذه قراصه، العفو قراصه، هذا طوق، دبابيس، شفره مال الحلاقه، سفنجه مال التنظيف، سبري فارغ، قراصة، مشط. شوفون كل البضاعة طلعناها وبعد الكرتون، هذا فقط ربع الكمية، فخلينا نكمل. هذه مراية،
هذه محجارة، هذا تلبس بالإيد، هذا مساج يلبس بالإيد وتسوي مساج للجسم، شوفوها مثل ما مرسومة. هذه لربما أيضا مساج، أي أيضا مساج وسخة شوية. هذا طوق، هذا مساج مع الأصبع، هذا مشط، هذه مراية، هذه شفرة حلاقة، هذه كراسات، هذه مراية اثنين، هذه ما أدري شنو، هذه لاستيك مال شعر، هذه مال مساج، هذه فرشة، هذا ما أعرف شنو يشبه الفيل، فيل فيل بس شنو فائدته؟ أكيد مو فيل هذا، بس أشي عليه يعني شنو الفيل ما أعرفه. هذا مال مساج مال وجه لهاي المنطقة، مشط 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 سفنجة. بعد الحد الآن ما واصل نصف الكرتون، هاي كلها مرايا ما يحتاج أفتح المرايا، تقريبا مثل هذه شوفوها مثل هذه، فما راح أفتحها. مرايا 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 ما شعر، فرش أيضا، فرش مدري قراصة، طوق بلاستيك مال شعر، قراصة، مراية، مشط مشط، فرشة، مساج مال اصبع، مساج مال ود، مساج هاي مال هاي المنطقة، هذه مساج مال اصبع، سفنجة مال وجه، فرشة، مشط مشط مشط، مدري فرشة، مدري شنو مال وجه، مراية جميلة جدا، خلينا ما نفتحها، شلون عرفتها جميلة؟ مبين من شكلها، طوق، ايضا مراية جميلة. هذه ما ادري شنو، هذه ايضا مساج بهالطريقة، وهذه فرشة، هذا مشط، هذا سيت فرش، هذه قنينة فارغة، عبوة فارغة، هذا سفنج مال وجه، هذا ما ادري شنو، هذا ما ادري شنو، هذا مال رموش، كبس مال رموش، هذه مرايا كبيرة، هذه ايضا مرايا كبيرة صغيرة، هذه شفرة مال حلاقة، هذه فرشة، هذا مساج مال رأس، هذه مساج مال ظهر، هاي فرشة، هذا مشط، هذا مساج مال راس. اكيد انت اللي تتابعني صارت عندك فكره انه هاي البضاعه تسوى فوق هذا السعر بكثير. انا جاي افتح الكرتون فقط حتى تعرفون باوع. طبعا بعد هاي الكراتين بيها مكرر وايضا بيها موديلات جديده، هذا كله مشط مشط مشط. مراية باوع، هذه طوب طوب طوب. مساج مال خشم مال انف، هذا يصير مساج للخشم. مساج مال رقبه، هذا يصير هيجي مساج للرقبه. فرشه مال شعر، مساج للاصبع. عندك مساج مال شو اسمه تدليك، هذا ايضا مساج للاصبع. هذه فرشه، هذه فرشه، هذه مساج للوجه، هذه فرق من مشط، هذا ايضا مساج، هذا مساج لهذه المنطقه، هذا ايضا ما ادري ايش يسمونه، هاي اثنين راسين، هاي مال هيك هالطريقه، هذا ما ادري شنو، وهذه ايضا مال مساجيات، وهذا مشط مشط مشط، وهذا مشط، هذا مشط، هذا مساج، هذا مساج مال الرجل، هذا مال الرجل مش على الرجل هنا، هذا مساج مال وجه، وهذا مساج مال وجه، وهذا مساج مال وجه، وما ادري شنو مساج مال وجه. هاي خلصت الكارتون تباوع، حنا طشها. انت بعد شوف تسوى $50، انا اقول لكم للامانه خير من الله البضاعه بيها ورخيصه وكلها نفس حجم هذا الكارتون. يعني اذا نجي على كارتون ثاني، بسم الله، اذا نجي على كارتون ثاني تعال شوف مثلا شنو البضاعه راح تطلع بيه. هذه عندك مرايه مكرره، هذا عندك مشط، هذا ايضا عندك مساج شويه مختلف، يمكن فرش، كاب، مراية، اكو شغلات مختلفة، اكو شغلات مكررة، لكن كلها بضاعة نسائية مثل ما شفتوا. العرض 10 كراتين ب $500، هي بس 10 كراتين عندي. البضاعة مثل ما شفتوا، انا مستحيل افتح البضاعة كلها. البضاعة مثل ما شفتوا حلوة وجميلة ورخيصة، وانا انصح بها. شايفين الف خير ان شاء الله. انتبهوا من الحسابات المزيفة. هذا الفيديو اذا شفتوه بغير قنوات مالتي الرسمية ما مسؤول عليها. حسابي على الفيسبوك 473,000 متابع اليوم، حسابي على الانستغرام موثق بالعلامه صح بالعلامه الزرقاء، يحتوي على 96,000 متابع، وعلى اليوتيوب ايضا موثق ويحتوي على يمكن 190,000 متابع. شايفين الف خير.